للميدان السفير او للفورم السفير. ودي بعض الكتل اللي تريجليفز برضو لها مقاييس معينه ولها علاقه بالعمود وسمك العمود، قصه كبيره كده شويه، وتروفيس تتكلم عنها بالمناسبه. اهوت، ولازم تكون بتنظم بشكل معين في يعني ما بين الاعمده انتركولومنيشن، والقصه ديت مش هنتكلم عنها كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. موجوده برضو الايه؟ العنصر المعماري، لان احنا قلنا ان المدينه الغالبيه العظمى من الطرز فيها الطراز الكورنثي، انما فيها كل الطرز، وده بيؤدي الزخم والتنوع والثراء لمدينه ليبيا. فيها الايوني وزي ما هنشوف، وفيها الدوري ايضا. ادي الميدان السفيري والسهم هنا، الصوره دي متاخده من فوق المنصه بتاعه المعبد بتاع وادي الميدان ضخمه زي ما حضرتك اهوت، 132 متر طول في عرض 88 متر. وعلى اليمين ادي البواكي اللي كانت بتحيط بالسوق في جهه اللي هي الجهه الجنوبيه، واخد بال حضرتك، الجنوبيه الغربيه، وبعدين السوق معمد من ثلاث جوانب ببواكي بيسموها بورتيكوس او البواكي المعمده من ثلاث جوانب، وديت اللي بيبقى فيها المحلات التجاريه والبضائع المختلفه، بالاضافه للجهه المقابله للمعبد اللي هو عنده السهم ده، ديت المحلات التجاريه اللي هي الفاصل ما بين البازيليكا وما بين الميدان السيفيل. معلش يعني احنا العماره تبقى جافه شويه، نحاول نكمل الصوره بالفن بعد شويه. اذا هذا الفورم السفيري اتبنى معماريا بالنظريه الثلاثيه بتاعت القوه والمنفعه والجمال، كما قال في تروفيوس تحديدا، التناسق والتناظر والمقاييس المحدده اللي حددها في تروفيوس. ايه تاني؟ اهو ده بقى صوره حديثه. شوف حضرتك بقى، حضرتك لو انت بقى قعدت تقعد ثلاث ايام في الفورم السفيري ده، تشوف القواعد الاعمده وتشوف الرخام وتشوف الجرانيت اللي جاي من مصر، لان الفورم ده اغلب الظن اتبنى في سنه 216 بعد زياره كاراكالا لمصر 215، ودي قصه برضو، ربط التاريخ بالاثار ده مهم جدا، عايزه حرفيه شديده. وتيجان بقى وطرز، يعني توقف عند بعض الزخارف برضو اللي ممكن الغير المتخصص ما ياخدش باله لو حتى زار مدينه ليبدأ، جايبها لكم عشان حضرتك برضو تشوف التفاصيل ازاي كان فيها دقه وازاي فيها يعني تناسق وترتيب وجمال وثراء شديد. تنوع يعني عندك حجر وعندك جرانيت وعندك رخام بكافه انواعه مستخدم بشكل كبير، وفي تناغم كبير جدا زي ما قال فيتروفلس في مش بس في ميدان السفيري، ده في كل مدينه ليبدأ الكبرى. طيب ادي بعض التفاصيل للزخارف والافاريز اللي كانت موجوده في مش هتكلم بقى على زخرفه الاسنان والبيضه والسهم وزخرفه البالمت او سعف النخيل والدقه المتناهيه والتناسق اللي بيدي نوع من الجمال عشان تتحقق نظريه فيثروفلس، لان هتوقف كتير في ظاهرة أنا رصدها، ظاهرة وجهة نظر أنا ممكن تكون خطأ وشغال على بحث عليها، اللي هي الرقم 7. احنا عملنا ورشة عن الأرقام، حضرتك لو حتى شفت الزهرة ديت، الزهرة يا إما تبقى 6 بتلات أو 8، نادرا جدا ما تبقى 7 بتلات. يعني حضرتك شفت لو عديت البتلات الداخلية والخارجية هتلاقيهم 7 و7، ورقم 7 ده ليه علاقة بالعصر السيفيري، علاقة وطيدة جدا، خاصه بقى بالعباده بتاعت مصر زي ما هنشوفها اتكررت في اكثر من ظاهره في المدينه. بس تشوف حضرتك الدقه وشوف حضرتك الجمال والتناسق والقوه واعمال الرخام اللي كانت بتيجي غفل خام زي ما شفنا القطعه اللي في الضخمه اللي تم انتشالها من البحر وموجوده في مدخل الزياره في مدينه لابتس ماجنا، وتم تشكيلها بقى والعنصر الزخرفي وفنانين اغلب الظن من افروديسياس الجانب الزخرفي ده اللي يعني موجود بقى في قصه بتيميوس سيفيروس وفي الميدان السيفيري وفي البازيليكا زي ما هنشوف بشكل كبير جدا. نمشي شويه عشان الوقت. ادي بقى بعد المطر، شوف حضرتك فيتروفيوس بيقول ان الميدان او الاسواق يجب الا تكون بعيده عن الميناء اذا كانت المدن ساحليه. طبعا شيء طبيعي عشان مرتبطه بالوظيفه التجاريه.
ما يكونش بعيده، عشان موضوع النقل والعامل الاقتصادي ان الاسواق تبقى قريبه من الميناء او الموانئ، مهم جدا. فهي ليست بعيده، حوالي 350 متر الميدان السفيري، وهتلاقي الاسواق الثانيه برضو بنفس المسافه تقريبا ما بينها وما بين الميناء. دي بقى طبعا النقوش حدث ولا حرج، بتشوف الجرانيت الاعمده اللي ورا جايه من مصر، والحجر الجيري اللي مبنيه بالاوبس اسودوموس اللي جاي من وادي الحمام في بعد 5 كيلو من لبده، وبقى مكتوب بقى هو الامبراطور والنقوش. واستاذنا بقى الدكتور الدويب يعني يقدر يشتغل الصبح في هذه الايه، في هذه النقوش. ادي احنا ما زلنا في الفورم السيفير يا جماعه، وديت نيجي بقى نقرب شويه نلاقي المدخل اللي عليه النجمه، ده المدخل من شارع الاعمدة، ده الباب هنلاقي عليه ثلاث درجات كده، يعني اذا وفي بواكي، يعني اذا لا تدخل العربات، تدخل حضرتك مترجلا. هتلاقي اول ظاهره، يعني ظاهره اللي هي فيها طريقه بناء اللي هي بيسموها اوبس ميكستوم، اللي هي الخلط ما بين الحجر وما بين، طب دي موجوده من القرن الثاني وموجوده عندنا في مصر، في مصر القديم من عصر ترجان، بس شاع استخدامها في القرن الثالث ابتداء من العصر السفيري. انما العصر السفيري متميزه في حاجه، ان فيها تناسق اربع مداميك، المدماك اللي هو صف يعني من الاحجار افقي، اربع مداميك من الحجر واربع مداميك زيهم بالتناوب من الاجر من الطوب الاحمر. في ظاهره لم تظهر بهذا التناسق والجمال الا في العصر السفيري. بقى تقعد بقى تروح مرات كتير عشان تتامل وتكتشف الحاجات دي. شارع الاعمده قبل ما ندخل في المحلات، ودي ظاهره لم توجد في اي مدينه رومانيه ابتداء من يعني اولها في ليبتس ماجنا وانت مغمض، يعني ان تكون زي ما اتفقنا عليها تابيرناي، المحلات التجاريه في العصر الهيلينستي كانت بتبقى داخل الاجره، داخل السوق. انما هنا في ليبتس ماجنا في العصر السفيري تبقى موجوده داخل السوق وخارج السوق في شارع الاعمده، مهمه جدا. ادي طريقه البناء لما نقرب منها شويه، اللي هي الاوبس ميكستوم، لو حضرتك عديتهم هتلاقوهم بالتناوب بالظبط، واربعه بالمناسبه برضو عدد من الاعداد اللي اركان الكون، وعدد مهم جدا يعني مش هنتوقف كتير. ودي طريقه البناء الاجر، ودي طبعا فريسكو، ودي هي الدراسه المقارنه من الحصن، جزء من الحصن بتاع ترجان في مصر القديمه عندنا، بنت على الكنيسه المعلقه وكده. نيجي بقى جزء من البورتيكو، ده برضو جزء مهم خدت منه استقت منه العمارة الإسلامية اللي هي القوس، يبقى مباشرة على تاج العمود. دي مش موجودة في أي مكان تاني غير في ليبتس ماجنا، وبعض المتخصصين في الآثار الإسلامية بينسبوا هذا الأمر إنه ده ابتكار، لا ده موجود في ليبتس ماجنا من نهاية القرن الثاني بداية القرن الثالث. نيجي اهو الاقواس مباشره اهي قدام حضرتك، ارجو ان تكون الصوره موافقه لكلامي. القوس مباشره، ما بيتعملوش اسطوانه بقى زي اتيكوس كده عشان يرتفع عليه، ده القوس مباشره بتاع الممر او البورتيكوس او بيسموه الكوريدور، يعني اللي بيبقى مغطى طبعا ده عشان بيحمي في اوقات المطر وكده، او في الحر الشديد بيحمي الباعه في هذا الرواق اللي هو بيحوط بالسوق من ثلاث جهات. مباشره القوس ظاهره معماريه فريده جدا على تاج العمود. زي ما حضرتك شايف كده سريعا عشان عندنا حاجات كثيره جدا. لاحظت بقى حاجه في الصوره دي، ان الاقواس دي عدد الاحجار بتاعتها سبعه اللي بتكمل القوس. يمكن صدفه برضه. خلينا ماشيين ورا القصه دي شويه نتامل. بالمناسبه في بعض الناس بالنسبه للتيجان اللي بتحمل الاقواس دي بتاعه الرواق المعمد ده، الرواق يعني ممشى يعني ومتصل، يقولك ان هي ديت ده تاج برجامي
يعني يشبه خلط ما بين الاكانسوس وورقه اللوتس وكده. لا هي ديت ربما هي طراز كورنثي غير مكتمل، لم يكتمل يعني بعد بعد الدراسه. ما علينا، ادي الرواق المعمد في زخرفه شهيره جدا اكيد لفتت نظر حضراتكم، اللي هي دي اكيد لفتت نظر حضراتكم، اللي هي الرؤوس دي، ديت بيسموها الميدوسا. والميدوسا دي لها اسطوره. شوف بقى المعماري لما يكون عارف مش عارف تاريخ سياسي بس، ده عارف تاريخ بقى ثقافي كمان. الميدوسا ديت فتاه جميله تباهت بجمالها، والبشر لهم حدود والالهه لها حدود، فما ينفعش ان انت تتباهي وتقول ان انت اجمل من فلانه. المهم يعني اثينا مسختها بعد ما كانت جميله، فتاه جميله مسختها الى مسخ بشع، وكمان عاقبتها كل من ينظر اليها مش يعجب بها بقى، ده يتحول لحجر. فاصبحت بتتاخد تميمه وتوضع بقى على المقابر في كوم الشقافه وفي كل مكان لردع وطرد الارواح الشريره، ولها قصه مع بيرسيس واسطوره كبيره كده يعني. طب ايه وجودها في السوق؟ يعني بعض كل الناس حتى الاجانب يوصفهم ويمشوا، ما قالوش ايه وجودها في السوق يعني. قبل ما نقول ايه وجودها في الفورم السفيري، تعالى حضرتك ما فيش واحده زي الثانيه. احنا دلوقتي عندنا ما يقرب من حاجه و50 واحده، اثنين اظن يعني عشان ما اكونش بس ببالغ، حوالي 3 او 54 ميدوسا موجوده، سواء بقى على الارض او موجوده مقامه. تعال نتفرج عليها شويه كده بعد اذن حضرتك وشوف. مش هتلاقي واحده زي الثانيه في الرياكشن، دي محتاجه بحث، ولا شكل العيون ولا تصوير الجبهه ولا فتحه الفم. يعني هنقرب شويه من اهي ظاهره الاقواس اللي هي مباشره على تاج العمود، اهي معموله فاكسيميلي مباشره. ده كان شكل تصور شكل الرواق الميدوسا. نرجع للميدوسا، ما فيش واحدة يعني. حاولت ان انا الاقي فيه اثنين متشابهين، ابدا. في ابداع في هذه الزخرفة بقى في ال واحدة ممكن تلاقيها ملامح عربية، وواحدة ملامح أجنبية، كأن عينها ملونة رغم إن اللي هو رخام كله. لما نقرب قوي، عمل تقنية أهو، عمل تقنية، عمل إيه؟ دي على طول وإحنا مغمض تأرخها بالعصر السبيل مباشرة. ليه؟ لأنه بيعمل ثقب زي القلب كده في أعلى الحدقة، يقوم من بعيد. انت هذا الثقب اللي عامل زي القلب ده في اعلى الحدقه، يبقى في ده تجويف، يتعمل ظل. الظل ده يبقى مكان النني بتاع العين او انسان العين من بعيد، مع انه طبعا ما طعمش، مفيش تطعيم في العصر الروماني في الرخام ده، مجرد بس الراجل عمل التناغم ما بين الضوء والظل، وعشان كده تشوفها من بعيد تقول دي عين حقيقيه. دي بتأرخها بالعصر السبيل اهو، عين طبيعية بدون ما يدخل أي مادة أخرى تاني عن الرخام، ويغير لك بقى في شكل الإيه؟ اقتضاب الجبهة. ودي دي غلبانة، دي تقريبا كانت منكدة على جوزها باين. يعني ممكن يكون عندها أصول مصرية، محدش يزعل مني يا جماعة طبعا، ده بس للإيه؟ يعني فكاهة يعني، إحنا اللي بننكد طبعا، مش ده النساء دول أحسن ناس في الدنيا عشان معانا سيدات. فأدي الميدوسا، شوف حضرتك التقنية، هتلاقيها واحدة ولكن اختلاف في التفاصيل وفي التنوع. وشوف اللي على اليمين دي، وكأن في أسنان، ده كل ده عامله من الرخام، دقة متناهية. طب ليه موجودة الميدوسا يعني؟ ليه موجودة الميدوسا؟ يعني في آراء كتير، أغلب الظن، محدش قال على فكرة يعني، ده رأيي أنا، إن ده مكان تجاري، وطبعا التاجر أكتر حاجة بيخاف عليها الحسد، فدي ممكن تكون لدرء الارواح الشريره ودرء الحسد، وخصوصا ان احنا وجدنا تميمه في شارع الدوكومانوس، واحنا في المحاضره الاولى لما خرجنا من القوس بتاع سبتمبر السيفيروس، لقينا برضو تميمه في حكايه اتقاء العين وحكايه الحسد، وما زالت موجوده كمان كتير مننا، وكل او معظمنا بيخاف من قصه الحسد، والتاجر بالذات راس المال جبان يعني، فبيخاف. ففي تنوع في الزخرفه المعماريه الرائعه اللي ملهاش مثيل يمكن غير على استحياء كده في حمامات افروديسيس في اسيا الصغرى، بتاعت زخرفه الميدوسا دي. ادي السهمين دول بتوع التابرناي، المحلات التجاريه
اللي هي الحد اللي هو استغل حتى الفاصل عشان يخلي البازيليكا على استقامتها، عمل الفاصل بالشكل ده واستغله في محلات زي ما حضرتك شايف كده. وهنشوف على الواقع، ادي المحلات اهي، المداخل بتاعتها عامله زي طريقه البايلون، المعبد المصري برضو متبنى سنه 216 وهو كان في مصر في 215 ربما. ادي المحلات التجاريه، دي بقى تفاصيل الزخارف والروعه بتاعت فنان افروديسيوس. ديت المداخل بتاعت البازيليكا من السوق، بعد على اليمين هتلاقي في المحلات بتنتهي، وبعدين ديت البوابات الثلاثه اللي بتدخل منها المبنى البازيليكا. طبعا ادي المحلات التجاريه التابرناي، كل بقى انواع البضائع، وديت الدراسه المقارنه في بتاعت اوستيا، طبعا مدينه تجاريه نفس الفكره، وكانت اوستيا بتبقى بيستغلوا الدور الطابق الاول لانهم عرفوا تعدد الطوابق في المنازل. فدي تبرناي زيها بالظبط. شوف حضرتك مدينه من الرخام زي ما قلنا المره اللي فاتت، ارضيه اللي حتى ارضيه كانت كلها، والجدران نفسها كانت يعني مطعمه او مرصعه بالرخام. ديت اهو، ده احد شكل احد المحال التجاريه او التابرناي من الداخل، الطاوله اللي بيحط عليها البضاعه بتاعته، وفي فتحه طبعا زي فكره المطبخ الامريكاني كده يعني اقرب ما يكون يعني. وعندك سلالم جوه اهوت، ممكن كان بيعمل زي بيسموها ايه المحلات التجاريه بتعملها دلوقتي، بيعمل زي سطح يعني يقسم المحل نصين كده ويخزن بضاعه فوق، موجوده برضه اهي. وديت بقى من بومبي نفس المنصه، ودي المكاييل بقى اللي وجدنا زيها كمان في لبدس ماجنا، فتحات مختلفه الاحجام، انت محتاج كيل معين مكيال معين، يبقى بتاخد بيحط مثلا يعني مثلا حاجه من الجلد هنا ويحط لك فيها عشان تبقى زي نوع من المكاييل طبعا. ودي اوانف فخاريه متنوعه اهيت في بومباي، وده النحت بتاع اللي برضه بيوضع البضاعات بتاعته سواء بقى حبوب او طيور او فواكه او خضار، وده طبعا على الطاولة زي